قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. متابعين قناتنا على اليوتيوب، أحييكم أينما تكونوا وأينما تحلوا إخوانا وأخواتا أعزاء. ربي يحفظكم ويبارك بعمركم، ونشكر كل الأخوة والأخوات اللي ساندونا ودعمونا في كل المجالات في هذه القنوات، وأشكر كل الأخوة والأخوات اللي سألوا عنا في هذا الغياب اللي طال عليكم حوالي 5 أو 6 شهور. ومثل ما تكلمنا كانت استراحة مقاتل، التفتت بيها إلى كثير من الأمور. كانت حبيبي سمير الله يحفظك، كانت من الأمور غافلة عني أو متغاضي النظر عنها أو متلافيها. أشكر كل الأخوة والأخوات اللي سألوا عن صحتي وعافيتي بعد إصابتي بالمعكرونة قبل 2 شهر، أنا وأولادي والمربيات اللي موجودين في البيت، والحمد لله خلصت وخلص معاها هذا المرض الخبيث ونجانا الله، أما بدعاء الناس الطيبين، أما الشاتمين والسبابين فمنهم إلى الله مثل ما يقولون. اليوم بعد ما اتصل بي كثير من الأخوة والأخوات ورسائل، بعثوا لي كم فيديو سب وشتم مثل ما تعلمنا. وتصور أنا قلت للأخ عمار تقي اللي التقاني في الصندوق الأسود على مدار 28 حلقة في رمضان الماضي، فقلت خلي نسوي حلقة نرد بيها على نفس الأشكال اللي كنا نتكلم عنهم من المنافقين والمتلونين، واللي كل من مثل ما يقول بالعراقي ياخذ أمه يصح لعمي. وهذا الشخص أو الأشخاص اللي كتبوا والتلفيقات ومثل ما يقولون الخزعبلات ومثل ما يقولون السب والشتم، وما خلوا شيء، حالهم حال ولدهم حازم جماعة إيران، ما يختلفون شعر عنهم إذا مهم أكثر من عندهم. فاتضح بأنه هذا المرض الساري لعبدة البشرة مو مقتصر على مجتمع واحد أو دين واحد أو قومية واحدة أو مذهب واحد، الكل مشتركين به. هذا المرض اللي أصاب بلدنا العراق من آلاف السنوات، ما نقول من أيام صدام حسين ولا الملك ولا من، الله خلق العراق هذا اللي موجود به. ولهذا حبيت اليوم أسوي حلقة معاكم بعد ما شفت كثير من الرسائل تطالبني بأنه أطلع، يسألوني، يتصلون بي. أتصور الأخوة حطوا رقم الهاتف اللي تقدرون من خلاله، وبالتحديد اللي شاهدوا حلقات الصندوق الأسود بالكامل مو المقتطفات المجزأة هنا وهناك، وعلى هذا الأساس تم سبي وشتمي بدون ما يشوفون الحلقات بالكامل. وكثير من الناس سألوني ليش ما تنزل الحلقات؟ أخوان هذه حلقات خاصة وفيها حقوق نشر إلى شركة القبس، من ناخذ الموافقة من عندهم راح ننزل الحلقات وما عندنا أي مشكلة. وحتى لا
تكون بها حقوق نشر وكذا وتصير مشاكل قانونية. فسألنا الأخوة في القبس عن نشر الحلقات، قالوا لحد الآن مثل ما شفنا هي في شبكتهم الخاصة اللي فيها اشتراك يلا شوف الحلقات، ولهذا ما نقدر أو ما أقدر ولا القناة تقدر تنشر حلقات غير خاصة بي، رغم ما هي المقابلة معايا، بس هذه حقوق نشر. واحتراما للأشخاص اللي قابلناهم وجعلوا هذه المقابلة اللي كانت حلوة وسلسة مع الأخ عمار والطاقم اللي معاه والمخرج المبدع أحمد القطان، فالناس اللي رأسا كانوا في قناتنا هذه، ما نقول بغير قناة، حياك الله أخويا بدر، حياك الله أنت وهنا في الإمارات. فهذه الحلقات من قبل ما نبدي بالتصوير قلت له يا أخويا يا عمار راح نسبع مسبة أنا وأنت وكل اللي حوالينا، فقال احنا راح نتكلم واللي يسب يسب واللي يريد يسوي يسوي خلي يثبت العكس، وهذا قانونيا صحيح. قلتوا علي كذاب، قلتوا علي الدعي، قلتوا علي سرق اموال عدي على اساس عدي كان حاط الاموال كلها يمي وانا شلتها بجنطه وطلعت. واللي يعرف عدي ما نقول غير الله يرحمه، غير شيء ما نقول، فيعرف كم هو هيج فالاسم يطلع من عنده، ما أعرف بعد ما طلعت يقولون صار خوش آدمي، ما أعرف. فاللي قال سرق واللي قال انت حل صفة واللي قال سوى هيج واللي أمي رفيقة واللي طلع خالي أبو المشويات ستار اللي قلت لكم عليه واتصلت بأمي الله يطول بعمرها وقلت له يا با طلع عندي خالص مستار ومشويات غير يعزمنا على المشويات مالته. المهم وواحد حشا اخوان في المملكه سعودي هم طالع لي فيديو ويصيح انا كنت سماش واشتغل بالسمك بمزرعه عدي وعدي كان يكفخ بي، ايه شو نسوي يعني انت قاعد بالسعوديه شو معرفك شكو بالعراق، شو معرفك انت اللي زي يصير زين. أنا ترى ما كلك جري أنت وغيرك، اليوم صار لي 6 أشهر هيك جري وقلت خلي أطلع نتكلم معاكم بطريقتكم. فهنا أنا أريد أوضح الشغلات وكيف هذه المقابلة صارت. طبعا اللي متابعني أو اللي ما يعرفني، أنا صار لي بالضبط 31 سنة خارج بلدي، مثل هذول اللي يدعون يقول لي أنت لو في وقت صدام تقدر تفتح حلقك، اللي أنت في وقت صدام تقدر تحكي على رغد ولا عدي. يا عمي كل القصة مالت اللقاء كان على هذا الكتاب، هذا الكتاب اللي هذه النسخة حتى هي مو مالتي، يعني أنا ما أملك نسخة، طلبت من صديق بأنه يبعث لي إياها بس على مود هذا البث. هذا الكتاب انكتب قبل حوالي 30 سنة. الأخوة في القبس مثل حلقاتهم يناقشون الماضي، يناقشون الكتاب، يناقشون الصحفيين، يناقشون أي شيء. طلبوا مني المقابلة، وكثير من الأخوة والأخوات سألوني ليش أنت تسوي لقاءات بقنوات أجنبية وعمرنا ما شفناك طلعت على قناة عربية وتتكلم حتى نفهم لك، كثير ما يعرفون الإنجليزي أو ألمانيا أو أي لغة كنت أتكلم بها. فطلعت على القبس ما شفت، يعني مثلا أطلع على شنو؟ على قناة الفرات مال عمار الحكيم، لو أطلع على قناة العصائب، ولا أطلع على قناة خميس الكنغر، ولا أطلع على قناة فلان أو علان. اختاريت هذه القناة اللي قالوا لي ها صرت دي الكويتي، ها الكويتيين اشتروك، ها اش قد دفعوا لك حتى تحكي على الرئيس، ها اش قد انت ما اعرف شنو.
يا عمي اصفوا لكم على رأيي، هل انا مثل ما انت قلت قبل تابع للمخابرات الاسرائيلية، تابع للمخابرات الامريكية، تابع للمخابرات البريطانية الطايح حظها اللي انا ساكن بيها، تابع للكويت، تابع لموزمبيق الشقيقة، تابع للصومال، تابع الى المن؟ يعني حددوا موقفكم. واخر اخر ما توصلوا الى واحد جماعة احنا بنروح بالدم، كاتب العميل الايراني اللي دي يشوه سمعة الرئيس، طلعت ايراني هسه، هذا اخر ما وصلوا له. فعلمونا، قلنونا احنا يا مخابرات نشتغل وياها، عمي لو باقي انا اشتغل ويا المخابرات الصومالية على الأقل كانوا يدفعونا، ما يدفعونا دولار ولا أبد، يعطونا موز حتى لا حد يقول أخذ فلوس. بس شو نسوي لكم؟ هذه عقليتكم، وهذه الأدمغة اللي محشات حشاكم قنادر عتيقة. ولهذا أنا أتكلم معاكم بنفس الكلام اللي أنتوا تتكلموا حتى تفهموا، لأن إذا تكلمت بحوار ثقافي ولا حوار يعني شو نقول ديمقراطي ما راح تفهموا، تفهمون لغة واحد يسبكم ينعل والديكم ترتاحون. ناس معباية راسهم بالفلوس، يعني كل من ما يصير على هواهم راح يصير اللي يحشي على صدام حسين صار عميل إيراني وصار عميل قطري وصار عميل سعودي وصار عميل ما أعرف شنو، واللي يحشي على ملالي طهران والمضاجع والعمايم، ها سعودية دافعت لك، ها الكويت دافعت لك، ها إسرائيل وأمريكا. ما عندنا شيء اسمه استيعاب للحقيقة، ما عندنا شيء اسمه استيعاب للمناقشة. ناقشني مثل هذول الغربان جماعة بالروح بالدم نفديك يا صدام، اللي هم عمي ترى صدام حسين ما لزمه بالناصرية ولا بالحلة ولا بكربلة ولا بدهوك ولا ببغداد، ترى لزموا عندكم بتكريت وانتوا بلغتوا عليه. ليش تطلعون من طور الواحد وتخليه يحكي اللي بعد حتى ما حاكي؟ قلنا لكم يا عمي انتوا بعتوا صدام حسين، تاجرتوا في اسمه في ايامه وايام حكمه، ولحد اليوم قاعد تتاجرون باسمه وصفحات ضبان مرة غودة وغير غودة وجماعة حزب البعث وما بعث. عمي أنا لا بعثي، وأنا قلتها وأقولها وأكررها، ولا فد يوم دعمت حزب البعث ولا فد يوم كنت في حزب البعث، أطي اشتراكات وأخلص. بس ما كنت بعثي، ما كنت شو اسمه، ايه صفقت الصدام، ايه صفقنا، ماك واحد ما صفق الصدام، وكل من يقول ما صفقت فخلي يروح ياخذ له حبايه فاليوم وينام. ماكو واحد بذاك الوقت ما يحشي. وثاني شيء يعني اللي طلعوا كذبوني هسه، انا لطيف طلعت حشيت موضوع، اللي كذب الموضوع يطلع صوت وصوره ويعرفنا بنفسه ويقول انا كنت في الجهه الامنيه الكذا، أنا كنت في المخابرات في جهاز الأمن الخاص في مكان ثاني. وهذه يا عمي وثيقة لطيف يحيى مجرم ونحكم عليه، وهذه صور عدي كتله عدي ذبحه، ماخذين الصورة اللي أنا تكلمت فيها في الحلقات في الهروب من الشرق من الغرب، اللي هذا اللي دا تشوفوه بوجهي اللي صار في ايرلندا سنة 2000، يقولون شوفوا عدي شبع قنادر. اتفضلوا انت تتكلم مع هيش بشرية وهم مطشرين ذبان ومطشرين، لا شغل لا عمل. واللي جماعة اللي يقولون لطيف يحيى عايش على اليوتيوب، يا عمي والله متنا جوعة 6 أشهر ما طالع بث ولا احد ولا حصلنا سوبر شات ولا كذا، بس شو نسوي يعني عيشتنا كانت، و شو نسوي؟ الله يحفظ الكويت، عبوا الجنوط ودزوا لي اياها وقالوا لي تفضل ابو عمر يلا، هذه كم
10-12 مليون دولار عيش بيهن. هذه تعكس شخصيتكم، لأن أنت تبيعون أبوكم على دولار. هو منو باع صدام حسين؟ مو مرافق مالته؟ قابل إجا واحد ابن عمي لو أبويا لو آني لو من البصرة لو الناصرية لو الكوت لو كربلة نجف أربيل دهوكس ليما، أنتوا منكم وبنكم بعتوا، فتجون تحجون علي عمي شنا نناقش هذا الكتاب، هذا الكتاب شنا نناقشه، وأنا كنت معارض وكتبت وطلعت صوت وصورة وحكيت. وأحنا يعني واحد أنا رغم اختلافي مع فاق الشيخ علي، بس الرجل كان معارض مثلي، أنا وياه الوحيدين من كل المعارضة اللي كانت تسمينا نفسها معارضة كنا نطلع صوت وصورة وأسامينا الحقيقية، ولا هو فاق دعبوه كان يقول فاق الشيخ علي، بس على الأقل يطلع مو أبو فلان ومغطين صورته، مو أبو علان ولحد هسه قاعد تمشون ولا دول الخزعبلات. ولهذا أنا أريد أرد على دولة جماعة، يعني إحنا خلصنا من ولد حازم، جماعة السيد تاج راسك وإيران تاج راسك وخط أحمر وكذا، طلعونا جماعة عجل يابا. يابا أنتم كافي تعبوا جنوب حلكم، ترى وقتكم راح، وقتكم انتهى، إيشوا ما تبقى من حياتكم بدون فلسفة وبدون طيحان حط، ترى حزب البعث ما يرجع له تطلع نخلة براسكم. ما تحكمون بعد لا انتو ولا هذا الاحساب الفاشلة اللي بسببكم جوي. سألوني قلوا لي العراق يرجع. شوفوا راح اقول لكم من الاخير، وانا قلت لكم ايش قد حاولنا بشتى الطرق، والله حطينا ايدنا بايد الشياطين، مو الشيطان، شياطين، الكل جو على كلمة واحدة رغم اختلاف سياساتهم أو كذا. العراق ما تقوم لقوم بعد إلى يوم الدين، رايح أما لحرب أهلية أو تقسيم، ما بيها كل مجال. كل من يقول لك راح تجي أمريكا وتجي بريطانيا وتجي أمريكا، مسحت شيء اسمه عراق من ذاكرتها، بريطانيا أوروبا لأن هسه ملتهين بالغاز والنفط، وكيف هذول الدول يحافظون على شعوبهم، يريدون يوفروا لهم أكل شرب، لأن دولة إذا ما وفروا لهم أكل وشرب مو مثل جماعتنا نايمين يشلقوهم يسحلوهم بالشارع. العراق ما تقوم لقومه إلى يوم الدين، فاللي خارج العراق وطالع بالعافية عليه، خلي يقيم بالبلد اللي قاعد بيه ويعتبره وطنه، واللي بالعراق عنده كم فلس يريد يحافظ على عرضه ونفسه وأولاده خلي يدير وجهه ويطلع. ما يرجع العراق كذب. يعني أنا وصلت إلى قناعة بأنه هسه أنا لو أجيب أقوى جيش بالعالم ودخله للعراق ما راح يحرره لأسباب عديدة. البلد مسلح، تعرفون شنو مسلح؟ ما مستعد أي جيش عربي غربي ما أعرف شنو، ما مستعد أي جيش يدخل هذا المستنقع ويخسر أبناء بلده أو كذا. وألمن على سواد من هو مثلا على مود مثلا لطيف يحيى يجي يحكم ولا الرغودة تجي تحكم، لا ما حد يسويها بعد. خاف المعارضة اللي كانوا سابقا ولدي يحكمون هسه قشمروا على الأمريكان وقالوا لهم تعالوا كذا، وقعوا على بياض النفط باعوا الأرض باعوا العرض باعوا، وهذه النتيجة كانت الكل خان العراق، الغرب دول عربية وشعبه ما ننكر الكل خان، والكل أخذ فرصة، والكل أمل اللي عمله. جوني يقولوا لي رغد ليش تحشي عليها،
يابا أنا وضحت في فيديوهات سابقة، قلت ما لي شغلة بيها بعد، بس باقي نفس الزبالة ونفس الخبث ونفس اللي قاعد يحشون بأذنها يورطوها بشغلات هي في غنى عنها. أنا ما عندي أي مشكلة مع رغد، قامت قعدت ما نقول بنت الرئيس، عراقية أخت عراقية، بس من أخشي وهي تطلع بالإعلام وتحكي وتسوي زوجها الخائن حسين كامل أحد الصحابة أو الأئمة، لا هنا نوقف. وأنا قلت وأكرر وأقول اللي قلته في الصندوق الأسود، لو كانت باقي على اللقاء الأول اللي سوته أيام خروجها من العراق باحترامها وسردت قصتها وهروبها من العراق، أنا كعراقي تعاطفت معها، ما نقول بنت رئيس، تعاطفت معها كمرأة كأخت عراقية، وبقيت محتفظ بهذا الاحترام إلها. وراها سوت لقاء ثاني بمظهر ثاني، الحجاب طار، أنا مو شو اسمه متدين، بس لا تقلدون يعني ولا تضحكون على العالم، يوم حجاب يوم ماكو يوم نفخ يوم شفط، فما تكلمت بعد. وراها قامت تطلع، هذه آخر قناة العربية سوت معاها، وسألوني ليش سوتها، وقلت لهم أكو شغلات خاصة، وقلنا لهم نفخ وشفط، بحيث وصلت رغد صدام حسين إلى مرحلة إذا ماتت يوم القيامة يوم الحساب الله يقول لها أريد 4 شهود على مود يثبتون أنت رغد من العمليات التجميل اللي سوتها. سألت طلعين ليش ما تكلمت على أختش رنا وحلا، الله يستر عليهم ويحفظهم، قاعدات أخذوا الأحزان معاهم، أخذوا الذكريات معاهم وقعدوا قعدوا يومية طالعة ومتبرجة، سهم ما يخالف بناتك الساقطات اللي هاي رسالتها موجودة عندي، تقول لي أنت حطك بأقدم حذاء بدولابي، هي هذه تربية بنات حسين كامل، يصفقوا لها ويغنوا لها ورغد ترجع تصير بنت تحكم العراق، هي خل تحكم بيتها أول قبل ما تحكم بلد مثل العراق، تحكم بيتها تسيطر على بيتها قبل ما تحكم بلد مثل العراق. سوت حرير خانم بيتها كتاب كأنه كانت ماكو اجتماع بمجلس قيادة الثورة حرير محاضرته، وهي كانت هالقدوتة حتى بكم سنة عمرها. غير هذه المعلومات إن كانت صحيحة طبعا جاية من أمها جاية من فلانة وإلا، ولزقوها حرير لغرض المتاجرة لا لغرض غير شيء، لأن تعرفون اللي قبضته من دور النشر والإعلانات والكذا والكذا، إلى يعني قامت صدقت نفسها بأنه هي الباتشينو روبرت دانيرو، قامت ما تصدق بنفسها هي وحده وأنا كاتبة وحفيدة صدام وحفيدة كذا. المصيبة الأكبر من هذا، وهذه أول مرة أقولها وأتمنى يكذبوني هم، كل الوثائق اللي مكتوبة بخط على أساس بخط الرئيس صدام حسين، هذه الوثائق تم تزويرها كلها وبمعرفة رغد صدام حسين في الإمارات. راح يقول لي الواحد ليش وشون وشنو إثباتك؟ أنا أقدر هسه أقول والله عندي 50 رسالة تهديد بالقتل وبالكذا من عدي صدام حسين. راح يقول لي واحد شون اثبت لنا، راح اطلع له وثيقه بخط عدي صدام حسين، وانت تعرفون التزوير وتقليد الخطوط هسه جدا عادي، هذا فن صار عندهم.
وأقدر أطلع وأصير ضحية وأصير كذا مثل ما سووا. الحقيقة عندي وثيقتين بس بخط عدي، بس وثيقتين مو أكثر. وأي شيء نزل بعدها فكله تزوير. يعني غير أتكلم معاكم بصراحة، وأنا طالع أتكلم معاكم بصراحة، اللي يصدق يصدق واللي ما يصدق هذا عقله بعش أسوي له. يعني أنا أقدر أثبت لكم بأنه الوثائق اللي عرضتها حرير وأمها رغد مزورة. أولا شوف الخط، ثانيا شوف الحبر اللي مكتوب على الورقة، ورقة جديدة ولا كأنه مستعملة. زين هذه الأوراق وهذه الوثائق كيف حصلتوا عليها؟ واللي تريدون تعتبرون الخائن حسين كامل بأنه الرئيس كتب بخط إيده هو شهيد الصولة الجهادية. إذا أنا أريد باكر أطلع لكم وأقول لكم تفضلوا هذه وثيقة بتوقيع عدي صدام حسين، أقدر. ناس مزورين موجودين هنا بألف دولار يقعد يقلد لي خط صدام حسين وخط عدي صدام حسين بأي وثيقة أعطيه هي وأقول تفضلوا. تريدون هذا العمل مثل ما تعمل؟ شوف أنا أعطيكم مثل. شوفوا هذا الدفتر من مكتب عدي صدام حسين، راح تقولوا لي شلون. أوقف، هذه الصفحة الثانية، وهذه الورقة الخاصة بعدي صدام حسين. شوفوا هذا اسمه وهذا الشعار، وما حد يقدر يقول مو أصلية. زين، وشوفوا الورق أصفر لأن قديم. أقدر أجيب أي مزور ويحط هنا تلفيق وأسوي نفسي بطل وشوفوا شلون أنا قاومت عدي وأنا. زين، بس ما أسويها. ليش؟ لأن ما عندي منفعة بيها، لأن ما أتاجر بهذه الأمور. واللي يعرف كتبي وين صار، لو هسه قريته هذا العربي، قريته بالإنجليزي، قريته بالألماني، بال27 لغة اللي كتابي الترجم، في أول بيج تفتحه مكتوب: لقد تبرع الكاتب لطيف يحيى بكل إيرادات هذه الكتب إلى أيتام العراق أو إلى المستشفيات اللي انولدوا أولادي بيها. يعني لا فلس يدخل لي ولا يجيني فلس من عندهم، من دار النشر على الأماكن اللي تم تخصيصها تروح، أما أيتام أو مستشفيات تحتاج أمور من الجايز يعني يحتاجوها. الفيلم اللي صار على كتاب كنت ابن الرئيس أو The Devil's Double حكيته في حلقات سابقة، وقلت أنا اللي خسرت فلوس ما ربحت. إيرادات الفيلم وصلت إلى 450 أو 480 مليون دولار. من طالبت بحقي علنوا فلاسهم، والشركة ديتشا موجودة في بلجيكا أعلنت فلاسها وتم الحجز عليها. وصاحب الشركة ذاك هو قاعد في موناكو أحلى فيلا وأحلى حياة عايش. زين، من تجون تقولوا لي ها كويت دفعت لي، بابا أنا من أسوي مقابلة أو واحد يجي يقابلني، يعني أنتوا تتصورون كل من طلع بالتلفزيون يأخذ فلوس؟ لأن أنتوا رخاص، فتتصورون الناس كلها رخاص مثلكم، لتفتهمون. فهذه الرسالة إلى كل من كذبني. هذا بث مباشر مفتوح، بث مباشر مفتوح، الرقم موجود، الرقم موجود
وخلي نشوف دولة اللي ادعوا بأنه أنا كذاب أو كذا. أطلع عمي على القناة هنا، أنا لا راح أقطعك ولا راح أسوي شيء، أطلع أثبت لطيف يحيى كذب. هسه أنا حكيت وتكلمت وصوت وصورة، لا خفت من أحد ولا سويت شيء ويا أحد ولا خفت. يعني تعرفون أنا شغلة الخوف شايلها من عندي من زمان شايلها، بس مال تجي وتقول لي يا الله خلي أشوف هذا. اخوان وين الرقم اللي موجود على الاتصالات؟ هذا الاتصال الأول. ألو نعم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. بس مباشر حاليا صح؟ أي نعم تفضل. أيوة أنا اسمي محمود من مصر وعايش في روسيا، تابعت كل حلقاتك على القبس وسلسلة الهروب من الشرق للغرب ومتعاطف جدا معك يعني. حياك الله وكل أهلنا في مصر الحبيبة. بس السؤال دكتور يعني لو في مجال للمناقشه يعني اتفضل. بس من في صلب الحلقه اي شيء ثاني ما نقدر نناقشه يعني. لا صلب الموضوع يعني في حضرتك كنت بتقول انك ما كنتش معارض لصدام شخصيا ولكن لعدي، لانك تأذيت من عدي صحيح ولحد اليوم اقولها صحيح، ولكن أليس عدي جزء من النظام الموجود في وقتها؟ يعني أليس تصرفاته هي تسيء لوالده شخصيا؟ فليه نعزل عدي ونقول عدي في مكان وصدام في مكان؟ يعني الإعدامات اللي كانت بالجملة أنا مش ضد صدام يعني ولا أحقد على أي إنسان، ولكن عدي كان في وقت يمثل النظام لأنه كان مسؤول حكومي في الأول والأخير قبل أن يكون ابن للرئيس. يعني في هذا الوقت، وأنا تكلمت في فيديوهات سابقة أخي العزيز، بأنه كثير من الأمور حبيبي سمير أخويا قبل بعد الأربعة، أربعة أكو سبعة. المهم أنا قلت في حلقات سابقة بأنه الرئيس كان ما يعرف كثير من الأمور عن عدي صدام حسين لأسباب عديدة، بأنه عدي صدام حسين كان عنده عيون في كل مكان، حتى داخل جهاز الأمن الخاص، استعلامات القصر الجمهوري، مكتب استلام شكاوي المواطنين، كانوا يوصلوا له الأول والتالي. حتى الشكاوي اللي كانت على عدي كان يتصرف بيها هو شخصيا، لأن الرسالة توصل قبل ما توصل مكتب الرئيس. ولهذا كان ما يعرف كثير من الأمور اللي كان يعملها عدي يعني. فهذه المسألة أنا أقول لك أي صح جزء من النظام وكذا وكذا وكذا، وما أقول لك ما موجود هذا الكلام، لا موجود، بس هو الجزء اللي بسببه كان كثير من دمار العراق هو وحسين كامل، يعني دول نفس الشيء كانوا. فهذه المصيبة اللي كان عندنا في العراق كانت معلومات اللي خاصة بعدي بالتحديد ما توصل للرئيس. والشغلة الثانية بس بعدها كان يصل وهو حاول قتلك بعد ما الرئيس قال لك انت في حمايتي بعد ما طلعت من الرضوانية بالضبط واشتكيت عليه بالضبط. هو ما احترم كلام الرئيس حتى يعني. هو ما يحترم اي شخص يا اخي، هو مو بس ما يحترم أيوه. الرئيس بس هو ما يحترم اي شخص، لا يستمع الى توجيهات
الأمنية اللي تجي، ولا يستمع إلى المخابرات، ولا إلا في حالة مصلحته، في حالة مصلحته. وكثير من هذول الناس اللي طلعوا اللي كانوا مقربين إليه ويسميهم أصدقاء ويسميهم حرس ويسميهم كذا، دي يتاجرون بي وسرقوا أمواله وسرقوا حتى الساعات الرولكس والكذا أيام احتلال العراق، هم اللي سرقوه وتاجروا بي وقاعد يبيعوها في حتى الإي باي. إي باي هذا الرخيص قاعد يحطون حاجيات عدي أو صدام حسين أو غيره وقاعد يبيعوها ويشتروها، ولحد اليوم يتاجرون باسمه، مع العلم هم اللي باعوه، مع علم هم اللي باعوه. ولهذا أتمنى بأنه فهمت ليش ما كان صدام حسين الله يرحمه، طبعا صدام حسين كثير عذب العدي وكثير سجنه، بس إنسان هو يعني سادي، بس ما نقول غير الله يرحمه، هو وربه يجازى بعض. نعم. أي فبس يعني كان نذكره اللي عمله، هذا اللي كان يعمله، مع العلم الرئيس كثير من المرات في المكان اللي عذبني فيه في الرضوانية الرئيس بعث هناك، وكثير شهود موجودة، بس كل واحد راح إلى دار حقه بعد تاريخه مضى، تكلمنا، اللي صدق اهلا وسهلا، واللي ما صدق هم. احنا للاسف العرب والعراقيين والمسلمين بالتحديد ما يحترمون الشخص الا بعد ما يفقدوا. نعم. طيب دكتور، يعني رجاء بس رساله بكل ادب، يعني اريد اوجهها لجماعه حمل الجنازير وعباد البشر، للناس اللي هون البشر، يعني احنا حاليا يعني بالاغتراب، وقابلت يعني كثير من الاشخاص العربيين، سواء من كافه من الجنوب، من ميسان، من نعم. الانبار، من بغداد، من كربلاء، ولكن لاحظت يعني شيء، يعني ما احب الطائفيه ولا احب اتكلم بالطائفيه، بس حقيقي يعني دمار العراق وسبب الدمار اللي العراق فيه اليوم، قطع مو من عندي طبعا. والله ما اعرف ليش دي انقطع. اخوان دي يطلع عندكم الرقم، لان صورك وخلل. المهم دي يوصلكم، مدى أشوف الإشعارات قاعد توصل، يعني حبايبي يشوف دول عنكم تجوزونا، تجوزوا من عندنا. أنا الشباب يقولوا لي قناتك عبرت 500,000، ليش بثك أو فيديوهاتك ماكو؟ ما شو نسوي يعني، هو فندق ببلاش وقاعد جالسين بيه، شو نسوي لهم؟ قاعد ندور مشاهدات وندور كم فلس من دول اللي استغفر الله.
ألو نعم، ألو نعم، عليكم. ألو نعم، مرحبا دكتور، شلونك؟ حياك الله أخوي، تفضل. الله يسلمك دكتور، أولا البقاء بحياتك على حياتك حالك يعني، الباقية، الله يرحم والديك. والله يعني والديك يعني من سمعت الخبر قبل 6 أشهر أو شيء، والله يعني كنت في صدمة حقيقة يعني، وأنت حسبت عنك كبير والله يعني، الله وفي يبارك بعمرك، متابعيك حقيقة الله يبارك بدون بعمرك. أي مجاملة أو تملق يعني. أحييك على كلامك، وتابعت حلقاتك مع القبس حفظك الله. 28 حلقة. نعم. فكان عندي حقيقة بعض الملاحظات وبعض الأسئلة اللي يعني سجلتها. تفضل. اخوان والله مو من عندي، من عندكم دا ينقطع يعني، للأسف والله مو من عندي، من عندكم دا ينقطع. مو من عندي. يلا ديمقراطية شو تسوي غير هذا؟ الديمقراطية مات اليوتيوب والصفحات اللي يقول لك اتصال جانا. الو نعم، الو، الو نعم، مساء الخير دكتور. مساء النور، تفضل. الو، الو، تفضل. العفو دكتور، بس مداخلة صغيرة. اي نعم. بعيدا عن الحلقة، احنا مجموعة من الشباب عراقيين في لندن. نعم. احنا جدا معجبين بيك وجدا حابين القصة، ونتمنى ولو يعني نلتقي بيك يعني قد ندوة او قد ملتقى او اي شيء يكون يعني. تعمرون امر بطن عيني. اي والله يا ريت. بطن. والله العظيم يعني بالنسبة لي احكي لك حتى حلم احلم بيك. الله يحفظك يبارك بعمرك. والله العظيم يعني فخورين بيك، فخورين بيك يعني. الله يبارك بعمرك. انا ويا ريت يعني لو يعني اتشرف بيكم، اتشرف بيكم، ان شاء الله اجي على لندن اقعد معاكم نشرب لنا قهوه وبيكم خير واحشو. تأمرون امر. والله يا ريت، والله يا ريت. تأمرون امر تتدلل. شكرا جزيلا. الله يسلمك. شكرا ابوي. شكرا. الو نعم. شلون شغله ويا يابا؟ والله مو من يمي. يابا ديمقراطية، يابا والله ديمقراطية. ليش خلونا نحكي؟ خلونا الناس تخابر بس حتى هذا تقطعوا. الو، يا الله هاي شلون بالله وياه. الو، انا شلون شغله؟ والله يا ترى مو من يمي، والله العظيم مو من يمي. نشوف. الو نعم. يا الله الو نعم الو نعم. والله يا ابو من عندي
نشوف. ألو نعم. ألو نعم. ألو نعم. يا بترى مو من يمي والله. صدقوني مو من يمي، صدق خبلوني دولة. ألو نعم. ما شو هالشغلة. الو نعم. الو السلام عليكم. عليكم السلام، واخيرا شوي رجع خط. شلون دكتور؟ عليكم السلام، اهلا وسهلا اخوي. دكتور انا بالعراق ما نتحمل وضعي بعد، شنو اسهل طريقه للطمان؟ العراق منتهي اخوي، مو قلتها ببدايه الحلقه. نعم، شنو الطريقه الاخلص من لين ما نتحمل بعد؟ هذه يعني ما حشيناها، طلعوا على هذول الحراميه ما يفيد. بالبداية من قبل ما يصيرون هيك أقوياء بالسلاح بالمال ما فاد. الله يرحم ثوار تشرين هالشباب الحلوة اللي راحت وضاع دمهم ببلاش، وما حد يطالب لا بحقهم ولا حق عوائلهم، ما يفيد. بعد هذا العراق يعني اللي يعرف انتهى، يعني صدق انتهى. كل دراسات ومراكز البحوث دا تقول لك ماكو شيء في العشر سنوات القادمة اسمه عراق. يعني هذا اللي دا أقدر أنصحك به. المشكلة يعني حتى تعبي هسه دراستي عملي ما راح يفيدني، لأن تعرف الوضعية. وين؟ هو بالعراق يعني أقول لك، يعني دراستي تعبي ما راح تفيدني. طب اي طبعا ما تفيد. بعد هو من يعترف بالعراق كدوله مو كشهاده عراق؟ من يعترف بيها؟ اش الحمد لله وصلنا مركز الاخير بالجوازات، مركز الاخير بكل شيء، بالصحه بالاخلاق بالمبادئ بالكوربشن الفساد بكل شيء، احنا بالاخير صرنا هذا بلدنا راح والبركه بذولا. هذا اللي جماعة بنروح بالدم نفديك يا صدام يسبونا، وهذا جماعة الملالي يسبونا، فما نعرف شو وقت يصفى العراق ويخلى من هذول البشرية ويصيحون بنروح بالدم نفديك يا عراق وحدك، لا سني ولا شيعي ولا عربي ولا كردي، العراق واحد. هذاك الوقت بيها أمل العراق يرجع. من شيعي أخويا صيح أخ أركض له، من آني سني أخ الشيعي أركض لي، من مسلم يصيح آخ المسيحي واليزيدي والصابئي وكل الديانات الحلوة الموجودة بالعراق اللي هي مكونة العراق، واحد يركض للثاني مثل ما كنا قبل. ذاك الوقت عراقنا يرجع. بس هذا اللي يقول لك البيت السني، وهذا يقول لك بيت الكردي وبيت الشيء. الله يهجم بيوتكم على هالبيوت الطاية حظا بنيتوها. يا الله، معناته مرشحين اثنين بنفس المنطقة يتعاكون عليهم، وهذا يقول اصوات. عمي شغلة فلوس، اي عراق اي بطيخ، شغلة فلوس، الكل ده تريد فلوس يا عراق. من يدور عراق بعد فلوس؟ علي حاتم رجع لعدوان الارهاب، وفلان العيساوي رجع، وباكر ابو مصعب الزرقاوي اذا طلع من القبر هم يرجعوه بحجة عفى الله عما سلف، وهذا أبو القاعدة وأسامة بن لادن، الكل راح ترجع يقول لك والله ها القانون أنصفنا. أشو ما أنصفكم قبل إلا هسه؟ عمي كفيلك الله، إيران وأمريكا وكل دول الجوار ما يجوزون من العراق إلا يسووه قاع. مختصر مفيد. نعم، لأنها شون ترواتك كلها ويعيشون عليها. إيه ماكو، الكل كل واحد يصفق القرصته ويقول لك انا ويا ايران، انا ويا تركيا، انا ويا السعوديه، انا ويا الكويت، انا ويا فلان، انا ويا امريكا، والكل. وهذا يصيح انا صدامي، وهذا يصيح انا موالي، وهذا يصيح انا مقاومه.
بس ما حد يصيح انا عراقي، ما حد يصيح انا عراقي من زاخول الفاو. لا، صارت قبل المحافظات، صارت هسه المناطق، وهسه صارت الشوارع. يعني قام أنا ابن فلان شارع، أنا بفلان زقاق، العراق النسى راح، فتريدني أني وغيري من الناس الطيبين، احنا ترى صرنا قلة قليلة ما الواحد يدافع على العراق، الكل صارت تجارة. حتى هنا أنا ترى باليوتيوب، ترى وربك لا يحبون صدام حسين ولا يحبون العراق ولا لهم شغلة بشي اسمه عراق، كلهم قاعدين بالخارج ومرتزقة قاعدين يعيشون على هالشم فلس، ياخذوهم من يوتيوب وياخذوهم من فلان وعلان، ويقول لك لطيف هي عايش على اليوتيوب. يابا شو نسوي؟ لا يا واحد 30 سنة أنا شو أسوي غير هذا اللي يقول لي عايش على المساعدات؟ الكويت الطاق جنوب عايش بيهن. أي عافية عليك. ها السدان انتظر بلك السعودية هم تدز علي وتعطيني كم جنطة، مثل ما طو الصناديق البخور لسيد مقتدى، يقول صناديق بخور الطاني. اي قناة العبرية وباكر السنخابر هم ولد عمنا باسرائيل، نقول لهم يوم عودين دخيلكم ترى فلسنا، ترى فلوس اليوتيوب ما تكفي. زين ونخابر موزمبيق الشقيقة هم نقول لهم يوم عودين ترى ما عندنا موز. هذول ناس يعني ضعفاء الانفس يا اخي، ما نقدر نقول غير شيء. فيتخيلون مثل ما يقولون كل واحد يشوف الناس بعين طبعه، لأنهم حرامية وحشاك سرسرية وما همهم غير الفلوس وكذا، ما راح تشوف منهم غير هذا، ها أخذ فلوس، ها أخذ ما أعرف شنو. قيابة استقابل أنا مثل ذاك الرجال اللي هو هم طلع بالصندوق الأسود وقاعد بالكويت وجنسيته بريطانية، وما أريد أذكر اسمه، أول اسم يعني أول حرف من اسمه فائق، فائق ما نريد نذكر. زين ما أريد اي ما اريد اذكر اسمه، اول حرف من اسمه فائق، قابل اني امير الكويت الطاني فيلا. يا عيني يا حبيبي، اسا مسادين حلقنا ترى ماكل جري، ومن اكل جري كل شيء يطلع من عندي، ماكو خطوط بعد. فحبيبي الله يحفظك، الله يحفظك ويحفظ عائلتك الكريمه، ويحفظك من اي مله او دين او مذهب من ما طلعت. تسلم لي حبيبي على الاتصال، انا اشكرك هوايه. هذا الاخ صار كثير يدق علي ومدى يعني مدى. الو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك دكتور؟ الله يحفظك. الله يحفظك ابويا. دكتور بدون زحمه عليك، عندي سؤالين يعني عليها لغط كثير، واتمنى التوضيح من حضرتك اذا عندك معلومات. اتفضل ابويا. السؤال الأول بخصوص السيد الرئيس الله يرحمه. الله يرحمه. هل هو فعلا تم الاعتقال من بمكان الحفرة أم من بيت الشخصي للسيد قيس النامق؟ هذا السؤال الأول، لأن أنا عندي معلومات تقول أنه هو من داخل بيت السيد قيس النامق تم الاعتقال، وهذه الحقيقة. السؤال الثاني، نعم، هل هو المتورط المباشر في قضية اعتقال السيد الرئيس الله يرحمه؟ هل هو المتورط المباشر، هل هو اللي بلغ على السيد الرئيس النامق؟ أم هناك أشخاص أخرى؟ النامق؟ لا. نعم. لا. رئيس النامق؟ لا. أنا أقول لك لا. ومهما سوى ولغط علي أنا الرجال والله لا أعرفه ولا حاكي وياه ولا سامع وياه، بس أنا أعرف الشخص اللي بلغ عليه وهسه موجود هنا في بريطانيا الخايسة. الشخص اللي بلغ على السيد الرئيس هو ليس قيس النامق، لا، ولكن هو هنا واحد شخص موجود هنا في بريطانيا حشاك الخايسة بعد. هل أنا... هو من نفس مسيرة السيد قيس النامق؟ لا، من الناس المقربين للرئيس صدام، من نفس القرية بعد. طيب كيف ممكن واحد يحصل على هذه المعلومات، او مثلا في لها مصدر؟ أين واحد ممكن يقرأ يعني في أي كتاب مذكورة المعلومة؟ يعني ما أريد يعني أحرجك وأن تذكرها على البث المباشر. لا، ما أنا ولكن... أنا عرفة أصلا، أنا رحت لهناك، أنا رحت لهنانا وحت... نعم. وحتى عنده حراسة مشددة من قبل المخابرات الداخلية البريطانية. طيب أنا لا
يعني اقصد انه للاشخاص للعلم يعني للناس بصوره عامه، اذا واحد يحب يطلع على هاي المعلومه، لانه تدري اليوتيوب هسه يذكر اي معلومات ثانيه مغلوطه. اليوتيوب حبيبي على اي سورس ممكن يعتمد انه أخويا ياخذ المعلومه المضبوطه. اخوي العزيز، اليوتيوب صار محل ارتزاق، يعني نتكلمها بمنتهى الصراحة، والكل قاعدة تتألف وتسوي وتسوي قصص، وقال الرئيس وحش عدي وكيف هو لطيف يحيى وحش ترغد وكذا، على مود يجيبوا المشاهدات. بس أنا دا أقول لك، الشخص اللي بلغ الرئيس الله يرحمه موجود هنا في بريطانيا خارج لندن 28 أو 30 كيلومتر، ما أقدر أقول غير كلام بعد. نعم، يعني ماكو اي مصدر واحد يقدر يطلع على هاي المذكوره. لا، لان ما نشر لحد هسه، وهذا قيس قيس النامق، يعني لا دفاعا عنه ولا اعرفه. انا شفته في حلقات مع اخونا ابو ايثار قناه الحقائق في الوثائق، شفت قيس النامق تكلم كذا، بس مو دفاعا عنه. دا اقول لك والله مو دفاعا عنه، لا هم سلموا ولا لهم شغل ولا ابد. حتى لو كان ما ادعاه بانه محامي خليل الدليمي بانه الرئيس قلف كذا، ماكو شيء اسمه حقيقي هذا. وصلت المعلومه؟ نعم، اشكرك. يعني هل في يوم من الايام ممكن تطلع هذه المعلومه؟ لان حاليا هسه المعلومات كلها مثل ما ذكرت حضرتك مغلوطه، والعالم يعني في نسبه كبيره من الناس راح يقولون انه السيد الرئيس، يقولون انه السيد الرئيس هو يعني تم الاعتقال عن طريق الحفره، وهو لا لا كذب. لا اخويا، لا حفره ولا كذا، هذا فيلم امريكي سووه، وحسب ما قال لي هو هذا الشخص بأنه في صدد إخراج كتاب كيف عمل مع الرئيس عشيرته عائلته لحد، وشنو السبب اللي بلغ به. يوجد يعني اكو سبب. زين، وشنو السبب اللي بلغ به؟ زين، الكتاب يعني بعد ما صدر، بس انه هو هو حسب ما من تكلمت معاه هاي قبل كم شهر من زرته، قال لي الكتاب دي يسوي رواني، يعني مسودات اللي دي يسويها، واكو دار نشر بريطانية راح تتولى النشر مالته، وشفت صور، شفت شغلات هو والرئيس يعني من التسعينات يعني. نعم، طيب. يعني كتاب صادر من هيك شخص انه يعني بلغ او وشى بالسيد الرئيس الله يرحمه، هو جايته، هو الرجل مناكر، نعم. وحتى يكون بعلمك اكثر، رفض المكافأة اللي كانت 25 مليون. رفض المكافأة؟ اي نعم. طيب، اذا معناتها اكو سبب قوي وراء هذا الله اعلم. الله اعلم. هم عاد هو شنو اللي راح يحكي بعد؟ يعني مهما يكون السبب، انه صعب انه تكون في صف الامريكان ضد رئيس بلدك مهما كان سيء او جيد، او بغض النظر عن باقي الولايات. ما اريد اروح ابعد من هذا، اكو شغلات يعني حكى لي اياها يدمي لها القلب، بس ما طول انا مؤتمن على اللي قال لي، ما اقدر اتكلمه. اولا حتى يعني الرجل أول شيء في حالة خطر، ثاني شيء عنده كتاب راح يطلع، وأنتوا بعدين راح تشوفوه وأنتوا تحكمون، كل شخص إلى قناعته الخاصة. إن شاء الله. بس بتوضيح بخصوص يعني حتى بس أكد، لأنه أنا هاي المعلومة راح أنشرها إلى هو يعني شريحة كبيرة من الناس. نعم. ما المقصود بالسيد الرئيس بالمحكمة من قال أنا جوي ودقوا علي باب السرداب؟ وهو يعني بمعلومة مؤكدة أنه هو لم يعتقل عن طريق الحفرة أو السرداب أو المكان اللي موجود على النهر، عن طريق المعبر، يعني تم اعتقاله من البيت. فما هو المقصود بأنه
جوي دقوا عليه باب السرداب. ملجأ. 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 ملجأ في داخل البيت. داخل البيت، مو هذه الحفرة اللي طلعوها. وتقدرون حتى هسه تروحون تشوفوه، لو تدخلون الغرفة إذا كانت موجودة راح تشوفون تحت السرير كانكم ملجأ. طيب شكرا جزيلا. حياك الله، حياك الله أخوي. أهلا وسهلا. الله يسلمك. يعني هذا يفادني كلش كبير. الله يسلمك. وإن شاء الله يعني أتمنى من حضرتك إذا بعد فترة يعني ممكن يكون إحنا طلعنا ضعيف، فإذا نشر هذا الكتاب يا ريت تروج حضرتك تروج هذا. والله إن شاء الله، لأن هو راواني العقود مال دار النشر، قال لي شنو تنصحني شنو أسوي وياهم أو كذا، لأن تعرف صار عندي أمور ويا دور النشر وكذا، فأعطيت كل هذه حتى لا أقع بالمشكلة اللي أنا وقعت بيها. ان شاء الله اخويا، تسلم لي، شكرا على التليفون. حياك الله، حياك الله. الو نعم، الو نعم، ابو عمر حياك الله. مساء الخير ابو عمر. مساء النور، حياك الله. معك اخوك مشاري من السعوديه. حياك الله اخويا مشاري، وكل اهلنا بالسعوديه. طبعا انا شفت لقائك في القبس، نعم، في الصندوق الاسود مع عمار. نعم. وقبل اللقاء هذا انا ما عندي شفتك صراحه، ولكن عندي فكره عنك نهائيا. نعم. وشفت لقاء الاخ الوفايق الشيخ علي. نعم. وشفت حواره كامل يعني بجميع حلقات. طبعا انت للحين ما شفتها كامله بحكم انها لسه ما نزلت كامله الا على تطبيق البريميوم حقهم القبس. اي نعم صح. لكن شفت اجزاء منها. السؤال يا أخي الكريم، تفضل. نقطة الخلاف بينك وبين فايق الشيخ علي، علما أن كنتوا الاثنين معارضين خارج العراق وفي فترة واحدة. أنا ما عندي أي مشكلة مع فايق الشيخ علي، إلا لما دخل العملية السياسية أو ما يسمى بالعملية السياسية في العراق، وكان مسؤول اللجنة القانونية في مجلس الدواب، أنا ما أسميه مجلس النواب، وكان يبتز أنا أحط هذه الكلمة، يبتز ما يسمون نفسهم بأعضاء البرلمان، راح أطلع كذا، راح أطلع الفساد، عمره لليوم يهدد يقول. هو كان ملفات الفساد كلها موجودة عنده، وعنده نسخ موجودة عنده في الكويت وفي لندن بيته، بس ما يطلعها. ليش؟ لأن الشغلة مو يمه، قلبه مو عراقي، يعني قلبه مو عراقي، هو إيراني الأصل، ما يقدر ينكرها. زين، لو هذه الوثائق طلعت كان أنا واحد من الناس شكرته وأتشرف بصداقته، بس أنت ما تروح على فلان أو علان وتقول له عندي ملف أخذ هذه نسخة بيش تداويها او بيش راح تاخذها. هذا اللي خلاني اقف ضد فايق الشيخ علي، ولا اي شيء ثاني ما عندي مشكلة معه. الرجل يتكلم صريح او يصيح، ماخذ الناس بصياحة، هذا مشكلته، بس كمشكلة انا شخصية معه ما عندي. اختلاف سياسي ممكن، هذا جواب يا اخوي. هذه وضحت نقطتك. بالنسبة للسؤال الثاني، تفضل. وش رأيك للكاظمي وش يقدر يقدم للعراق؟ الكاظمي عمل إنجازات كثيرة، الكاظمي منها سافر كثير في أيام مع كورونا، إجا على لندن لما الدولة كلها مغلقة، وصل في طيارته الخاصة وحجز في دوتشستر هوتيل في وقتها، الجناح كلف 35,000 باوند، وحجز 10 أجنحة للوفد اللي معاه، حتى تصور الحكومة البريطانية ما بعثت له سيارة، هو أجر سيارات مصفحة تأخذ الطاقم معاه ويفترونه، بالأخير انتهى يروح يزور المتحف البريطاني. هذه واحدة من إنجازاته. الإنجاز الثاني والمهم لحد اليوم
ما مسك لواحد من اللي قتل شهداء تشرين اللي تعهد هو، قال انا راح امسكهم. اكبر انجاز ثاني اللي قتل، اللي راح على زوجة الشهيد الهاشمي وقال لها يعني هذا شاربي، هو ولو ما عنده شارب اخذيها من عندي، هالاسبوع القتله يصيرون. وهاي مضى سنوات لا شفنا قاتل انسجن ولا شفنا فاسد انسجن. يا اخي هذا مو انجازات، هذا مو انجازات. اهنيكم عليه صراحه، صح لو لا؟ انا اعرف انت السعوديين تغارون من الكاظمي، عمي من الطيلة تدفعون مليارات، هذا كاظمينه. الله يهنيكم. الله يحفظك اخويا، شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. الله وسعت بسمع صوتك. الله يبارك فيك، شكرا. عمي ما نبيع للكاظمي لو هسه تقوم القيامه، وين نلقي واحد مثله؟ هذا الكاظمي يعني بعد واحد شي يسوي. خلينا ناخذ هذا الاتصال من بغداد او العراق. الو نعم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام اخوي العزيز، ربي يخليك دكتورنا، شلونك صحتك؟ يبارك بعمرك ابويا، ربي يخليك دكتور. عندنا استفسار. تفضل يمك. والله تفضل ابو دكتور. نحن يعني الشباب اللي نريد نبني العراق، وبينا والله يعني حيل، ونسعى يعني نبحث عن التاريخ والحقيقه على على حساب اي شيء، ويعني شنو تنصحنا دكتور؟ انصحكم مثل ما قلت ببدايه الفيديو، انصحكم كشباب حلوين لا تدمرون شبابكم في بلد خربان وراح يخرب اكثر واخضر. اخذوا هذه طاقاتكم الحلوه والجيده، روحوا ابنوا نفسكم في اي بلد ثاني، على الاقل هذاك البلد من تقدم له شيء راح يحترمك. شلون نصيحه؟ صحيح والله، اي والله، رحم الله والديك دكتور. الله يبارك بعمرك. بس بعمل. دكتور المشكله الحب اللي بينا العراق يعني يا اخي مو انا قلبي هم محترق، صار 31 سنه ما شايف بلدي. ما شايب بلدي، تعرف شنو؟ اي والله يعني خلص خلص قلبنا وما شفناه. نعم بلي تفضل. ما اسف كمل. تفضل ابوي تفضل كمل. بلي وتعرف يعني بالنسبه لهذول تقول اللي ما يقدرون يطلعون ملفات، احتمال لانهم بالعراق يعني خاف يصكوهم يعني ما يقدرون. لا اخوي الملفات هذه موجوده في بريطانيا وموجوده في فرنسا وموجوده في كل مكان. هذا انا عندي يعني مع احترامي لك عندي ملف عليك، راح اخابرك، راح ادز لك نسخه. خوش. اوكي اقول لك شوف هذا ملفك. خوش. انت لطيف بني. اي انت ماخذ 10 مليون، ما اريد ال 10 مليون كامله ولا اريد النص. أي. دز لي 2 مليون، عندك 48 ساعه ولا ادزها لفلان شي. انت راح تشيل 2 مليون تعطيني، وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، لعد ما شلون تاجروا بالعراق بهذه الطريقه. هو هذا اللي يصير يا اخوي، هو هذا اللي يصير، هو هذا اللي يصير. بس المشكله دكتورنا ذولا كلهم شيبه يعني ما يفكرون يوم القيامه الله شلون. اخوي مشكله اخوي هو اللي يقتل. إيه؟ ويسرق بلد او البلد ام اللي يسرق امه. إيه؟ هذا يفكر بيوم القيامه. إيه والله مشكله دكتورنا يعني جدا، احنا قلبنا محروق والله يعني كلش يعني تعبنا يعني والله. ابويا انت شاب. إيه إيه؟ ومبين من صورتك شاب. إيه؟ ربي يحفظك. اي والله صحيح، هذه حلاوتك. إيه؟ ثقافتك اللي انت تسلم. تريد تسويه، اخذ جنوبتك. إيه شوف لك بلد محترم، روح طور نفسك. إيه وعقلك وادرس وقدم لهذا المجتمع خدمه وشوف شلون راح يحطوك فوق الراس. هسه بالعراق لو هسه تخترع ما ادري شنو، لو يقتلوك لو يذبحوك لو يقولوا لك روح ما نريده. اي والله صحيح. زين انا البارحه شنو البارحه شنو بدي اتفرج على برنامج شباب يعني بقصتك ولا تهون شباب مقدك اللي مخترع اجهزه انذار مبكر، اللي مخترع كذا، داباوا عليهم. معقوله هذول الشباب الحلوين انا كان دول ثانيه اخذتهم سوتهم عباقره، واحنا خطيه هذول قاعدين. يقول له مثلا انا ما رايد فلوس بس ادعموني بانه هذا المنتوج للناس الفقراء حتى يأمنوا. ما حد ولا لهم شغله، ما لهم شغل دكتور. يعني يعني تعرف تعرف شنو اماننا بالعراق يعني والله شارع ما مبلطين يعني الماء ينقطع يعني يوميا يعني جدا كريتر ماي وكهرباء ما مستمر يعني توقع 2022 وبعدنا هالمشاكل يعني لحد الان عندنا والله.
عمي الله يساعدكم، يعني حتى الناس من تقعد بالصلاة قامت ما تصلي بس تباوع على رب العالمين تقول له ما يحتاج لا أصلي لك ولا أبد، أنا عراقي وفهمني. هاي صارت بعد. فأتمنى لك الخير، وإذا تأخذ بنصيحة عمك أبو عمر فألف هلا بيك. على راسي دكتورنا حبيبي. في الله سلام. مع السلامة. الله يبعف. والملف والله بالأمر عليك والله. تمام. إذا تقدر هذا. تمام. إن شاء الله. حبيبي تسلم. يلا هذه الشباب الحلوة. ليش بالله أنتوا هيك مهجوليهم؟ لا مراكز بحوث مثوية. اطلعوا لي هذا حيدر برزنشي رئيس مركز البحوث، هو إيراني ديل ابن ديل أكثر من الإيرانيين نفسهم. طلعوا لي فلان وطلعوا لي فلان وبالملايين وجكسارات والهمبلة مالتهم ويصيحون صدام حسين دكتاتور. عم الرجل مات الله يرحمه إلى يوم الدين، ولكم خليتونا نترحم على الجلادين اللي جلدونا. لعدش قد خبث وخباطة سويتوا انتوا بالعراق اللي خليتوا هذا الشعب يترحم على جلادينا. عمي والله أرجع وأقول قندرة صدام حسين تشرف كل هذول الحكمة بالعراق، مو حبا بصدام حسين ولا حبا بس على الأقل عرف شون كان دايس على رأسهم ويريد ماكو ذيل بالعراق وما كان عندنا ذيول وكان الذيل ينقص. خلي هو احنا كل ألف سنة يجينا رجال مثل هذا من الحجاج إلى وصل لصدام فيراد إنه ما بقى شيء. 20 سنة مضت باقي 980 سنة ترى مو شو اسمه مو مدة طويلة، انتظروها ماكو شيء كل شيء انحل. خلينا نشوف آخر اتصال. ألو نعم. ألو نعم. انقطع. فصار لنا شغل احنا تقريبا 72 دقيقة هسه ما شفنا ولا خروف ولا جبان ولا مرتزق ولا ذيل من جماعة بالروح بالدم نفديك يا صدام، واللي مسمين نفسهم صداميين واللي مسمين نفسهم رفاق بعثية ولحد الآن وحزب البعث يجي. حطينا رقم تليفون، حطينا صوت وصورة نتكلم معاكم، ما شفنا من عندكم واحد طلع. ليش؟ لأن عمركم ما كنتوا زلم لا بالعراق، كانت مراجلكم على الشعب، ومن طلعتوا صرتوا ذيول لكل دولة تدفع لكم الفلوس، وما حد طيح حظ العراق غيركم يا المنافقين. من تحت الرئيس صدام حسين الله يرحمه وجول كل زبالة بدون استثناء إلا ما رحم ربي. وأتحداكم وارجع أتحداكم تثبتون عكس كلامي، مو تروحون تنشروا لي وثائق مزورة مثل ما دا تسوون، وأخته وأمه نفس العملية ولد أم حازم، أول ما يطعم بالعرض ويطعم بالشرف وما يخلون، وكل رسالة توصلني يا واليابا وعجلي وعوج بحلقة، تعال قدامي عوج بحلقك حتى أراويك اليا واليابا شلون تحكيها. هذه أعيدها لكم، ورقة عدي شوفوها صفرة قديمة من مكتبة جتني، أقدر هماني مثلكم أزور وأسوي وكذا، بس أني ابن يحيى الله يرحمه اللي فدى عمره إلي، مو ابن شوارع مثلكم. أرد أشوف واحد من عندكم صار بشي أبد تفوقون وتنهبون والتاجرون باسم الرئيس لليوم. مرة ثانية أشكركم، يعني فعلا أشكر كل الأخوة والأخوات اللي بقوا ملتزمين في هذه القناة، كنسنا ذول الزبالات اللي كانوا بمئة ألف وجه وطردناهم وما رجعون بعد. تبقون أخوتي وأخواتي، يبقى هذا القلب عراقي ما راح يتغير إلى يوم الدين إلى مماتي. أحبكم واحترمكم، أطلب من عنده حتى اللي ما يحبني افتح عقلك
شغلة، اترك صدام حسين واترك المراجع واترك حزب البعث واترك إيران واترك كذا، فكر، حط خريطة العراق قدامك، نهر دجلة والفرات اللي شربت من عنده. إذا أنت ابن حلال راح تنساهم ذاله وتفكر بالعراق، بس إذا أنت من غير مكان فنقول الله يهديك. تحياتي للجميع، ربي يحفظكم ويحفظ هذا البلد، واعتذر مرة ثانية على هذا الغياب، وإن شاء الله بين فترة وفترة نسوي بث، واللي عنده شيء يقدر يراسلني على الإيميل، ونشوفكم على خير. بالمناسبة ما عايدتكم، وكل عام وأنتم بخير والعراق بخير، وكل شريف عراقي بكل دياناته أطيافه مذاهبه حتى الملحد بألف خير. تحياتي لكم. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.